ضائعة، كرة للهلال السوداني، حذاري في منطقة الجزاء، تخرج مازال الأخطار للهلال، والهدف الأول، الهدف الأول من محمد موسى الداي. محمد موسى الداي يباغت الجميع بعد خطأ لا يغتفر في الحقيقة من علي العابدي. محمد موسى الداي بالخيثر في هجمة للنادي الإفريقي، وزع على كرة في منطقة الجزاء تيح الشماقي، ضربة جزاء للإفريقي، ضربة جزاء للنادي الإفريقي، قدمه الحارس سليم موكولا، يتقدم الشماقي، جول للنادي الإفريقي، 1-1، فسخ وعاود من جديد، يمشي الشماخي ضيعها، زهير الزوادي، يلا يا زوادي تيح زهير الزوادي، أسامة الدراجي، والثاني من بلال الخفيفي، الهدف الثاني من بلال الخفيفي، الهدف اللي استنيناه واللي حكينا عليه واللي تمنيناه، جاء في توقيت مناسب. يكون هدف ثالث، ترجع على الكرة طويلة من بلال العيفة، العابدي بالراس لزهير الزوادي، يخلط الكرة قبل التماس، زهير الزوادي يعمل السونتراج في منطقة الجزاء، كرة الثالث الدراجي عملها الإفريقي، الدلع يا كيدهم، الدلع يا الدراجي.